اهلا بيكم في فيديو جديد تاني من اليوتيوب. انا مش مصدق انها رجعت اليوتيوب. مبسوط جدا ان في ناس كتير كانت بتكتب لي وبتقول ان هم عايزين يشوفوني على اليوتيوب تاني. ما كنتش مصدق بصراحه ان انا ممكن الشانل بتاعتي بعد فتره قصيره يبقى في ناس متعلقه بيها والناس حابه انها تشوف مني حاجه تانيه، خصوصا ان انا واخد الموضوع هوايه. اليوتيوب بالنسبه لي مش هو فول تايم جوب او حاجه، انا اصلا انا بشتغل مهندس ومغير الكارير بتاعي قريب. فالفتره اللي فاتت دي ما قدرتش اعمل فيديوهات علشان انا كنت بحاول من كارير شغل بتاعي لكارير تاني، فكان محتاج مني ان اتعلم حاجات كتير، وخصوصا كمان كان في هوايات كتير جدا ليا ما كنت بعملها بسبب اليوتيوب ما بقتش اعرف اعملها. فقررت ان انا كنت اخد بريك عشان افتكر بنفسي تاني واعرف انا ايه الحاجات اللي بتخليني اصلا مبسوط في الحياه. انا عارف اليوتيوب كان هوايه، بس الفكره لما ركزت في اليوتيوب شويه اليوتيوب بقى واخد وقت طويل، ما بقاش بس هوايه، بقى الموضوع ان هو في ديسيبلين وكوميتمنت ان انا حاجه لازم اعملها وفي وقت معين، وكمان لازم اعلي من الكواليتي بتاعت الفيديوهات بتاعتي. لو عندي هوايه حابب اعملها بطريقه او بشكل كويس، مش ان حاجه سخيفه او ملهاش لازمه. طبعا انا اصلا بحب الهزار والضحك وكده، فممكن يبقى في الفيديوهات بتاعتي قلش او في الفيديوهات بتاعتي حاجات اللي انا بحاول ان انا اخليها كوميديه او كده، لان دي حاجه انا بحبها. دم خفيف قوي. الفتره بتاعت الشهرين اللي فاتوا دول اللي انا خدتهم اجازه من اليوتيوب، يعتبر زي ما قلت كنت داخل شغل جديد، وكان الموضوع يعني طبعا لسه موضوع اصلا في الاول وكده، فبيحتاج مذاكره كتير. حاجه تانيه بطلتها زي مثلا كنت بلعب رياضه اكتر، كنت بحبها. انا كنت بتعلم سكواش وبروح سويمنج جنب الجيم او كده، هو طبعا الحاجات دي كلها كانت قافله، بس لما بدات اتفتح التاني الفترة بقى كلها ما فتحتش، يعني بولندا الدنيا ما فتحتش، بس الفكرة ان كان في مثلا انا ممكن اروح سويمنج بول او ان انا كنت اروح العب سكواش، فحبيت ان انا ادي وقت لنفسي اكتر وبرضه اشوف اصحابي اكتر، لان كنا برضه بقالنا فترة ما بنشوفش بعض بسبب ان البلد احلى والحاجات دي، وبقيت ان انا مركز في اليوتيوب وكده. ولقيت نفسي ان انا كمان ما قريتش اي كتاب جديد في الفترة الاخيرة، كنت جايب كتابين كنت لازم اخلصهم، منهم مثلا الكتاب ده هبكلمكم عنه كتير، كتاب جميل جدا، هو من نوع الكتب اللي هي السايكولوجي، وده انا بحب اقراها جدا. لا تخاف ولكن احذر، يعني فكره ان انت ازاي تخلي نفسك مبسوط، ايه اسباب السعاده بالنسبه لك اللي هي مش بتكون هي لكل الناس. بس هو في كتاب تاني اصلا انا كنت بقراه علشان فكره ان انا عايز اغير الكارير بتاعي. انا متخرج من هندسه كهرباء وكنت عايز ادخل مجال الكمبيوتر ساينس وان انا اشتغل مهندس كمبيوتر او مهندس سوفت وير، فكنت محتاج ان انا كنت متردد جدا في الخطوه دي. ف قريت الكتاب ده، هو صراحة ما اقنعنيش بحاجة، بس غيرت الكارير بتاعي. الأساس من ان هو بيعلمك ازاي ان انت تختار اللي انت عايزه، بس حسيت ان الكلام شوية مش واقعي قوي. اعمل الصح، يعني اعمل ايه؟ اعمل الصح. الكتاب بيحفز وحلو وهتكلم عليه اكتر، انا مخلصتوش بس اكيد لما اخلصه يمكن اعرف الكاتب ده كان او الاوثر ده كان عايز يقول ايه بالظبط. بس انا عمري ما عملت فيديو شكرا لل1000 سبسكرايبر ولا شكرا لل2000 ولا شكرا لل3000، فانا بقول ان احنا الحمد لله وصلنا اكتر من 3000، ممكن 3000 ونص. فمبسوط جدا ان في ناس عجبهم الفيديوز دي. انا طول عمري فكرتي احسن نفسي امثل، بس انا ما بعرفش امثل، فعشان كده اليوتيوب ملالي الفراغ ده ان انا اعمل هوايه انا شايفها حلوه. لا 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 مش انا، لا لا ممثل حضرتك بقى، نفسي امثل. لا مش انا بجد والله. لا مش طب عارف ان انا مستواي مش احسن حاجه فيها، لكن ممكن معاكم وان انتوا السبورت بتاعكم وان انتوا تعملوا لايك وشير وسبسكرايب وتشجيعكم ليا، ده يخليني ان انا ابقى حاجه كويسه فيها. انا هحاول على قد ما اقدر ان انا اعمل المحتوى اللي يخليكم مبسوطين او اللي تتعلموا منه حاجه او تستفيدوا منه. انا بيجي لي منكم اسئله كتير جدا، يا ريت الاسئله دي يكون في الكومنتس عشان لما اجاوب عليها، عشان لما اعمل منها فيديو كل الناس تستفيد مش انت او انت بس، لان بلاقي نفسي بتكلم مع كل شخص من اللي بيكلمني هو بيبقى عايزني اساعده وهي بتكون عايزاني اساعدها في حاجه، فبياخد من وقتي وقت طويل جدا. فيا ريت بدل ما تكلموني بس على الشات خلوها احسن على الكومنتس وخلوها افكار لفيديو علشان الناس كلها تستفيد من الموضوع ده. بس انا مش هطول عليكم اكتر من كده، فاوعدكم فيديوهات جايه تكون دمها خفيف ومفيده وتكون احسن من اللي فاتت. انا مستني افكاركم، اعمل لكم فيديوهات احسن من الاول، واحاول ان انا ما اقطعش يوتيوب تاني اكمل فيه، لان هو فعلا انتوا وحشتوني جدا، وفعلا من غير اليوتيوب انا حسيت ان حياتي بقت جد جدا، وده مش نوع الحياه اللي انا اخترتها لنفسي. انا عايز حياتي تكون اسهل من كده وفيها هوايات اكتر وهزار وضحك اكتر.
شكرا واشوفكم في فيديو جاي، فيديو حلو هيكون من افكاركم. انا في كذا فكره عايز اعملها، يا ريت تعجبكم، يا ريت تكون دمها خفيف، ويا ريت ما تكونش زي الفيديو الثاني اللي الناس كتير بتشتمني فيها دي. بس اشوفكم في فيديو الجاي. تشاو.